رئيس الجمهورية قيس سعيد اجتمع بقصر قرطاج بكل من السيد كمال لفقي وزير الداخلية والسيدين مراد السعيدين والمدير العام للأمن الوطني وحسين الغربي المدير العام آمر الحرس الوطني. ومن بين أهم المواضيع التي تم التطرق إليها إلى جانب الوضع الأمني في البلاد، ظاهرة الاحتكار والترفيع في الأسعار وافتعال الأزمات كل يوم تقريبا في هذا القطاع أو ذاك أو في هذه الجهة أو تلك حسب بيان رئيس الجمهورية. وشدد رئيس الدولة على ضرورة تفكيك هذه الشبكات اللي يدل تواتر الأحداث على أنها تنسق فيما بينها، وغايتها اليوم بعد أن كان هدفها تفكيك الدولة وتم إفشال مخططها هو تأجيج الأوضاع الاجتماعية بكل الوسائل والطرق. وأكد رئيس الجمهورية على أن الواجب الوطني المقدس يقتضي تعاضد كل الجهود للقضاء على هذه الشبكات الإجرامية، لأنها ترتكب أفعال جرمها القانون ولا يمكن أن تبقى خارج المساءلة والعقاب. أيضا رئيس الجمهورية قيس سعيد استدعى إلى قصر قرطاج السيدة مشكات سلامة اللي هي رئيسة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، واطلع رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع على سير أعمال هذه اللجنة بعد تعديل النص اللي أحدثها وتعيين أعضاء جدد بها. وذكر رئيس الدولة أن المحاسبة هو مطلب شعبي وأنه لا مجال للتسامح ولو في مليم واحد، كما أوضح أن من يريد اليوم مجددا التنطيط في الإجراءات واللجوء مرة أخرى إلى الاختبار تلو الاختبار بهدف الحط من قيمة المبالغ المطالب بدفعها كما حاول فاشلا في السابق، لن تمنح له فرصة أخرى وعليه أن يتحمل مسؤولياته كاملة أمام القضاء. كما أكد رئيس الجمهورية موقفه الثابت من أن الغاية من إنشاء هذه اللجنة هي الصلح الحقيقي القائم على العدل وعلى استرداد الأموال التي نهبت من الشعب التونسي، كما أن من جنح إلى الصلح صادقا عليه تجسيد إرادته بسرعة ويعود لنشاطه آمنا بمنأى عن أي ابتزاز من أي جهة كانت. أما من لا زال يعتقد أنه يمكنه الإفلات من المحاسبة ولم يثب إلى رشده فلن يجد عن القضاء العادل بدلا، ولا يتوهم أن الارتماء في أحضان أي جهة كانت في الداخل أو في الخارج ستكون له سندا أو عضدا. أيضا رئيس الجمهورية استقبل وزيرة التربية الجديدة بعد أدائها اليمين، وفي هذا اللقاء أيضا تطرق إلى جملة من المسائل خاصة منها الإصلاح التربوي، وقدم تعليمات رئيس الجمهورية لوزيرة التربية الجديدة. إذن اللقاء كان بقصر قرطاج والاجتماع جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بالسيدة سلوى العباسي وزيرة التربية بعد أداء اليمين. وأكد الرئيس أن قطاع التربية والتعليم هو من قطاعات السيادة، فلا مستقبل لأي شعب بدون تعليم عمومي تتوفر فيه معناها تتوفر فيه للجميع على قدم المساواة كل شروط التعلم الذي لا يجب أن يتوقف عند مجرد التلقي، بل يجب أن ينفي في الناشئة ملكة التفكير أو ينمي في الناشئة ملكة التفكير. فالتعليم هو التربية وليس مجرد تلقي للمعلومات والمعارف وإجراء الامتحانات أو إسناد الملاحظات، بل إن التربية تقوم على العلم وعلى التحفيز المستمر على أعمال الفكر في كل مجال. ووضح رئيس الدولة إنه إدراج المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص دستور 25 جويلية 2022 ينبع من الشعور العميق بالمكانة التي يجب أن يحتلها قطاع التربية والتعليم
كما بيّن رئيس الجمهورية في نفس هذا السياق، لأنه الاستشارة الوطنية اللي تم تنظيمها تعكس بدورها الإيمان بأن أي إصلاح في هذا المجال يجب أن يكون معبراً عن إرادة المجموعة الوطنية ومجسداً لتطلعاتها مكرساً لاختياراتها، ثم أن أي خطأ في الإصلاح لا يمكن تداركه إلا بعد سنين وعقود. وتعرض رئيس الجمهورية العديد الأمثلة في هذا الخصوص اللي عرفتها تونس في مجال إصلاح التعليم، وركز بالخصوص على قانون التعليم اللي تم إصداره سنة 1958 حينما كان المجلس القومي التأسيسي آنذاك بصدد وضع دستور 1 جوان 1959. وتاريخ هذا القانون يدل على أن المسألة التربوية لا تقل أهمية عن المسألة الدستورية. على صعيد آخر، دعا رئيس الدولة وزيرة التربية إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة للمعلمين النواب بناء على مقاييس موضوعية حتى يتم القطع نهائيا مع هذا الوضع الذي ما كان له أن يكون وما كان له أن يستمر لو كانت الاختيارات منذ البداية سليمة وصادقة ولم تتسلل إليها حسابات السياسة القائمة على حلول صورية وظرفية، بل لم تكن حتى حلولا في الواقع، بل هي تأجيل تلو تأجيل ومحاولة فشلة لم تؤدي إلا لمزيد تفاقم المشاكل. فاليوم آن الأوان لحل جذري ونهائي يحفظ حقوق المعلمين وحقوق الناشئة على حد سواء. وخلص رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إعادة التأكيد على أن التربية والتعليم هي رسالة، وطلبة العلم أمانة، وعلى الجميع أداء الرسالة مع الوعي المستمر بنبلها. أكدت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم رفع الجلسة المقررة لمحاكمة الأعلامي محمد بوغلاب في القضية اللي رفعتها في حق موظفة بوزارة الشؤون الدينية، وأشارت لأنه تعذر جلب بوغلاب لأسباب صحية في انتظار استئنافها لاحقا. وطالبت نقابة الصحفيين التونسيين بالكشف عن حقيقة الوضع الصحي لمحمد بوغلاب وإطلاق سراحه الفوري. كما لفتت النقابة إلى أنه تم أمس استدعاء الصحفي محمد بوغلاب للمثول أمام قاضي التحقيق في شكاية جديدة بناء على المرسوم 54، وأنه بوغلاب لم يتمكن من المثول أمام قاضي التحقيق ولم يقع جلبه من السجن بسبب حالته الصحية. حسب جواب إدارة السجون على استفسار قاضي التحقيق، تعذر جلبه بسبب وجوده في المستشفى حسب نفس المصدر.